قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهد. هذا العمل خلص لوجهك الكريم وتقبله مني طلبة طلبات الصف الرابع الابتدائي. أهلا بكم مراجعة قبل الامتحان في مادة الدراسات الترم الأول. لا تنسى زيارة قناة اليوتيوب والاشتراك بها وعمل لايك للفيديو والتشارك الأصدقاء والفيسبوك. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي هنا السؤال الأولاني بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل العبارة من العبارات الآتية. أعطينا مجموعة من العبارات بيقول لي ايه شوف العبارة الصح والعبارة الايه الخاطئ. اول عبارة بيقول لي ايه يمارس سكان المناطق الصحراوية حرفة الزراعة. يمارس سكان المناطق الصحراوية حرفة الزراعة طبعا العبارة دي خاطئة خلاص يبقى ديت نقول عبارة ايه عبارة خاطئة. طيب زادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس طبعا العبارة ديت عبارة صحيحة نقول ايه صح يبقى زادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة مين السويس. طب سؤال بعد كده بيقول لي السهم الموجود اعلى الخريطة يشير الى اتجاه الجنوب طبعا غلط المفروض هو بيشير لاتجاه مين اتجاه الايه الشمال. طيب الحدود الادارية تميز الدول اللي تفصل عن جيرانها طبعا العبارة دي خطأ المفروض الايه الحدود الادارية تميز مين تميز الادارات او المحافظات في نفس الايه في نفس البلد او نفس الجمهورية. طيب هنا بيقول لي ما المقصود بكل من المفاهيم الاتية. تعال نشوف مع بعض كده مقياس الرسم يعني كلمة مقياس رسم يبقى مقياس الرسم هو ايه بقى هو النسبة بين المسافة على الخريطة المسافة على الايه الخريطة وما يقابلها في ايه على الطبيعة يبقى ده اسم مقياس الايه الرسم. طيب تعالوا نعرف يعني كلمة جبل يعني كلمة جبل يبقى الجبل هو ايه بقى هو ارض شديدة الارتفاع ولها قمة شديد الانحدار بين الجانبين بين الايه الجانبين. طب تعالوا نعرف حاجة كمان يعني ايه كلمة مناخ المناخ تعالوا نعرفه مع بعض يبقى المناخ معناه ايه هو حالة الجو من حيث الحرارة والرياح والامطار لفترة زمنية طويلة شهر مثلا او فصل او سنة يبقى ده بنعبر عنه باسم الايه بالايه بالمناخ. بعد كده بيقول لي بما تفسر تعالوا نقول ايه بما تفسر. واحد تتنوع المحاصيل الزراعية في مصر تتنوع المحاصيل الزراعية في مصر هتفسروا بايه ده لان الله انعم على مصر بمناخ معتدل حار جاف في الصيف دافئ ممطر في الايه في الشتاء فعشان كده بتتنوع الايه المحاصيل الزراعيه في ايه في مصر. اسكندريه محافظه جاذبه للسكان تعدوا محافظه اسكندريه محافظه جاذبه للسكان ايه السبب لوفره فرص العمل والخدمات بالمحافظه. طيب ثلاثه بيقول لي بما تفسر برضو هجره الانسان المصري القديم من الهضبه الى الوادي طب نفسره بايه دهوت بسبب قله سقوط الامطار وانتشار الجفاف وتحولت الهضاب الى صحراء جرداء مما اضطر الانسان للنزول بحثا عن الماء والايه والعشب. اكتب المفهوم العلمي الدال على العبارات الاتيه يبقى هنا طالب مني بقى المفهوم الايه العلمي بيقول لي اكتب المفهوم العلمي او المصطلح الذي يدل على كل عباره من العبارات الاتيه. اول حاجه بيقول لي ايه مساحه واسعه من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها ده بنسميه ايه ده بنسميه قارة يبقى القارة يبقى ايه المساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها ده اسمه الايه القارة. طيب بعد كده بيقول لي نبات ينمو دون ان يزرعه الانسان طب ده بنعبر عنه بايه ايوه صح كده الله ينور عليك اسمه النبات الايه الطبيعي يبقى ده بنسميه النبات الايه الطبيعي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه اختر الجو الصحيح من بين القوسين هنا بيقول لك من المحافظات الجاذبه للسكان يا ترى هي اسيوط ولا قنا ولا سوهاج ولا الايه ولا القاهره طبعا القاهره هي من المحافظات الجاذبه للسكان لان القاهره فيها فرص عمل وفيها حاجات كتيره فبالتالي بتجذب الناس اليها. طيب اتنين يحد مصر من جهه الشمال البحر يا ترى هو المتوسط ولا الاحمر ولا الاسود ولا الميت؟ طبعا في الشمال بيوجد البحر الايه؟ المتوسط، يبقى هنا نقوله في الشمال بيكون عندنا البحر الايه؟ البحر الايه؟ المتوسط. طيب صنع المصري القديم ملابسه من؟ يا ترى الحرير ولا الكتان ولا القطن ولا الصوف؟ طبعا هنقوله الاجابه الصحيحه انه ايه؟ الفلاح او المصري القديم صنع ملابسه من الايه؟ من الكتان، يبقى الاجابه الصحيحه الايه؟ الايه؟ الكتان. طيب
سؤال بعد كده بيقول لي: من الأدوات التي تستخدم في تعلم الدراسات الاجتماعية، يا ترى هي الخريطة ولا الأدوات الرياضية، المعادن ولا الأحجار؟ طبعا هنا هو نقوله إيه، الخريطة هي اللي إيه تستخدم في دراسة مين، الدراسات الاجتماعية، بنقول له الإجابة الصحيحة إيه، الإيه الخريطة. طيب السؤال بعد كده بيقول لي إيه: تلون الجبال على الخريطة باللون، يا ترى الأخضر ولا الأصفر ولا البني ولا الأزرق؟ طبعا بنقوله ايه، ان الجبال في الخريطة بنلونها باللون الايه البني، لون باللون الايه الايه البني، والاجابة الصحيحة باللون الايه البني. بعد كده بيقول لي ايه: قارن بين مملكتي الشمال والجنوب مستعينا بالجدول الاتي. عايز مني ايه دلوقتي كده، هو عايز مني ايه وجه المقارنة، ونقوله مملكة الشمال وهنا مملكة الايه الجنوب. تعال بقى اول حاجة التاج، اول حاجه تعال نشوف التاج. التاج بيكون ايه في يبقى نقوله التاج في مملكه الشمال بيكون لونه احمر، بينما في مملكه الجنوب كان لونه ايه ابيض. طب تعال نشوف الشعار، يبقى شعار مملكه الشمال كان نبات الايه البردي، بينما في مملكه الجنوب كان الشعار بتاعهم زهره الايه زهره اللوتس. طب هنا نشوف العاصمه، يبقى عاصمه مملكه الشمال كانت اسمها ايه بوتو. طيب مملكة الجنوب كانت العاصمة بتاعتها اسمها ايه نخب. السؤال بعد كده بيقول لي: ما النتائج المترتبة على، ما النتائج المترتبة على، واحد موقع مصر الجغرافي ترتب عليه ايه، موقع مصر الجغرافي ترتب عليه زيادة الأطماع الاستعمارية في السيطرة على مصر على مر الايه التاريخ، يبقى زيادة الأطماع الاستعمارية في السيطرة على مصر عبر الايه التاريخ. طيب سؤال بعد كده: ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس، ترتب على حفر قناة السويس ايه بقى دلوقتي؟ ساعدت على زيادة أهمية موقع مصر وربطت بين البحرين المتوسط والايه والأحمر، يبقى هي ساعدت على زيادة أهمية موقع مصر خلاص، وكمان عملت ايه، ربطت البحرين المتوسط بالبحر الايه الأحمر. سؤال تالي بيقول لك: أمام خريطة صماء لمصر، دي خريطة مصر اللي الصماء، اكتب في كراسة إجاباتك ما تدل عليه الأرقام والموقع عليها. طبعا هنا في رقم واحد هنا هو في دولة، ورقم اتنين في الجزء ده في جبال، خلاص الجزء ده هو رقم اتنين ده في جبال، رقم تلاتة أعطينا الشكل ده هو بيقول لي في نهر، النهر ده هو رقم تلاتة، رقم أربعة بيقول لي في بحر، إن هو البحر ده اسمه إيه. تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة نقوله دولة، الدولة اللي بتحد مصر من جهة الغرب طبعا هي دولة مين؟ دولة ليبيا، يبقى اسمها دولة ايه؟ ليبيا. يبقى هنا موجود دولة اسمها ايه اللي هي بتحد مصر من جهة الغرب، اللي هي دولة الايه؟ ليبيا. طيب اتنين، في جبال هنا في المنطقة دي كده اهوت، ودي عند البحر الأحمر اهو، خلاص يبقى هي موازية للبحر الأحمر، يبقى بنسميها جبال ايه؟ يبقى دي اسمها جبال البحر الأحمر، يبقى دي بنسميها جبال البحر الايه؟ الأحمر. طب بعد كده بيقول لي في نهر، النهر اللي هو ماشي ده شايفينه كده اهوت، النهر ده يبقى ده بنسميه ايه، يبقى ده اسمه نهر النيل، يبقى النهر اللي قدامنا ده اهوت اللي ماشي في مصر كلها كده اهوت من الجنوب الى الشمال، يعتبر بنسميه نهر الايه نهر الايه النيل. طيب السؤال بعد كده بيقول لي في بحر ده، في بحر اهو، البحر ده اسمه ايه، يبقى ده بنسميه البحر الاحمر، يبقى ده بنسميه البحر الايه الايه الاحمر. كويس، يبقى انا كده عرفت كل حاجه موجوده على الايه الخريطه. طيب تعالى بقى نشوف بيقول لي اختر من ب ما يناسبها من ايه من الف. تعالوا اول حاجه نشوفها، واحد بنى المصري القديم مساكنه من ايه بقى دلوقتي؟ طبعا ايه، انتقال الافراد من دوله لاخرى، ولا جمهوريه السودان، ولا الهضاب، ولا ديل الرموز والالوان والخريطه، دليل الرموز والالوان والخريطه، ولا الطوب الناي. طبعا هنا الفلاح الايه المصري القديم بنى بيته من الايه من الطوب اللبن، يبقى هنا الاجابه واحد معاها مين، معاها رقم كام، رقم خمسة، يبقى الاجابه معاها رقم كام، رقم ايه، رقم خمسة. طيب مفتاح الخريطه هو، مفتاح الخريطه هو ايه بقى دلوقتي، هو يعتبر بالنسبه لنا دليل الرموز والالوان على الخريطه، ماشي، يبقى ايه دليل الرموز والايه الوان على الخريطه، يبقى اتنين معها رقم كام، رقم ايه اربعة، يبقى اتنين معها رقم ايه اربعة. طيب رقم تلاتة، الهجرة الخارجية هي ايه بقى معناها ايه بقى دلوقتي، هي انتقال الافراد من دولة لاخرى،
يبقى لما يقول يعني ايه كلمة هجرة خارجية، هي عملية انتقال الأفراد من دولة إلى إيه الأخرى، يبقى تلاتة معاها الإجابة رقم كام أو رقم واحد، رقم إيه؟ رقم واحد. طيب يحد مصر من جهة الجنوب، مين الدولة أو مين الحاجة اللي بتحد مصر من جهة الجنوب؟ طبعا هي مين؟ دولة أو جمهورية السودان، دولة السودان اللي هي هنا بالنسبة لنا رقم كام؟ اتنين. يبقى يحد مصر من جهة الجنوب جمهورية مين؟ السودان. يبقى ده رقم كام؟ رقم ايه؟ اتنين. طيب كان المصري القديم يعيش فوق، فوق مين؟ طبعا هو يعيش فوق الهضاب. يبقى كان المصري القديم يعيش فوق الايه؟ الهضاب. يبقى نقوله رقم ايه؟ رقم خمسة. هتكون مع مين؟ يبقى رقم خمسة اللي هي كان المصري القديم يعيش فوق الهضاب، يبقى خمسة معها مين؟ تلاتة. ايه الهضاب؟ يبقى دي رقم كام؟ رقم ايه؟ تلاتة. طيب ستة، احد عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة، يا ترى هو مين بقى؟ طبعا هو نهر مين؟ نهر النيل. يعني هنا نقوله نهر مين؟ نهر الايه؟ النيل. يبقى ايه؟ رقم ايه؟ سبعة. يبقى احد عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة هو مين؟ هو نهر الايه؟ النيل. السؤال هنا بيقول اكمل العبارات الاتية بما يناسبها. واحد، أجري أول تعداد رسمي للسكان في مصر كان سنة إيه؟ هنقول له سنة 1802 وكام و80. يبقى الإجابة الصحيحة 1802 وإيه؟ و80. طيب يبقى 1000، نقول له 1802 وإيه؟ 2 وإيه؟ و80. أهو دي الإجابة الصحيحة. لتحديد الاتجاهات على الخريطة يوجد سهم يشير إلى اتجاه مين؟ اتجاه مين يا حبايبي؟ اتجاه الشمال. يبقى نقول له اتجاه الإيه؟ الشمال. اتجاه الإيه؟ الايه؟ الشمال. طيب تحققت الوحدة الأولى في مصر عام ايه؟ عام كام؟ 4242 قبل الميلاد. يبقى التاريخ هنا كان ايه بقى؟ نقوله 4000، اهو 4200 كام؟ 42 قبل الايه؟ قبل الميلاد. طيب صنع المصري القديم ملابسه من الايه؟ من الكتان وجلود الحيوانات، من الكتان وجلود الايه؟ الحيوانات. تعتبر نقط العاصمة الحالية لجمهورية مصر العربية، يبقى نقول له تعتبر القاهرة، تعتبر مين؟ القاهرة العاصمة الحالية لجمهورية مصر الايه؟ العربية. اختر الإجابة الصحيحة من بين الايه؟ الأقواس. هنا السؤال الأول، أنت تتوسط مصر نقط من القارة، يبقى مصر ديت تقع او موجوده بين كام قاره؟ ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته؟ طبعا هي ثلاث قارات، اللي هم مين؟ اللي هم اسيا وافريقيا وايه؟ واوروبا. يبقى نقوله تتوسط مصر ثلاث ايه؟ قارات، اللي احنا قلناهم دلوقتي اللي هي ايه؟ قاره اسيا، وهو في افريقيا، وفي نفس الوقت قاره مين؟ اوروبا. طيب بعد كده بيقول ارض مرتفعه مستويه او شبه مستويه، يا ترى هي الجبال ولا الهضاب ولا الخليج ولا شبه الجزيره؟ يبقى ولا شبه الجزيرة. طبعا هنا بنقول الأرض المرتفعة مستوية أو شبه مستوية، دي بنعبر عنها بالإيه؟ بالهضاب. يبقى دي بنعبر عنها بالإيه؟ بالهضاب. طيب سؤال بعد كده بيقول لي يتركز بعض سكان مصر على سواحل البحر الأحمر للعمل في الزراعة ولا الرعي ولا صيد الحيوانات ولا القرى السياحية؟ طبعا هنا السكان اللي بتركز على سواحل البحر الأحمر بتعمل فين؟ في القرى الإيه؟ السياحية على البحر الإيه؟ الأحمر. يبقى الإجابة الصحيحة القرى الإيه؟ السياحية. سؤال هنا بيقول لي بما تفسر تكوين الملك مينا جيشا قويا؟ طبعا نقوله لحماية وحدة البلاد، يبقى إيه؟ علشان يحمي إيه؟ وحدة الإيه؟ البلاد. طيب اتنين، بما تفسر أهمية دراسة الطقس والمناخ، أهميتهم إيه؟ تعالوا نقول مع بعض. الطقس أهميته بقى بنعمل إيه بقى الوقت دي؟ لتحديد نوع الملابس التي نرتديها. إيه كمان؟ لضمان سلامة السفر البري والبحري والجوي. طيب المناخ بقى إيه؟ إحنا بندرسه ليه المناخ؟ علشان لتحديد مواقع الصناعات. حاجة تانية لمعرفة أنواع المحاصيل الزراعية الإيه؟ المناسبة. سؤال هنا بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. واحد، للتعداد السكاني أهمية في معرفة احتياجاتنا من المدارس والإيه؟ والمستشفيات. العبارة دي صحيحة، نقول عبارة إيه؟ عبارة صحيحة. زيادة عدد السكان في المناطق الغنية بالمياه العذبة، برضه دي عبارة نعتبرها إيه؟ عبارة إيه؟ صحيحة. رقم ثلاثة، تربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط. ايوه، يبقى نقول قناة السويس بتربط بين البحر الاحمر والمتوسط، يبقى عباره برضو دي ايه؟ عباره صحيحه. الموقع
الجغرافي احد العوامل البشريه لقيام الحضاره المصريه القديمه. طبعا العباره ديت عباره ايه؟ عباره خاطئه. هنقوله ايه؟ الموقع الجغرافي هو احد العوامل الطبيعيه، احد العوامل الايه؟ الطبيعيه. طيب قال لو اللون الازرق في الخريطه يدل على الجبال. طبعا العباره دي عباره ايه؟ خاطئه. ماشي، اللون الازرق يدل على المياه. خلاص، يبقى اللون الازرق على الخريطه يدل على الايه؟ البحار، يدل على الايه؟ البحار. اما الجبال بتكون باللون الايه؟ باللون البني. السؤال هنا بيقول ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير الايه؟ الصحيحه. واحد، النبات الطبيعي ينمو دون تدخل الانسان، يبقى نقوله النبات الطبيعي ينمو دون تدخل الانسان. اه صح، العباره دي عباره ايه؟ صحيحه. العبارة الثانية، الشمال الغربي يقابله الشمال الجنوبي، يقابله الشمال الجنوبي. طبعا العبارة عبارة ايه؟ خاطئة. السؤال بعد كده، زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس. أيوه صحيح، يبقى زادت فعلا، يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. تسعى الدولة إلى تحسين المعيشة في المحافظات الطريدة للإيه؟ للسكان، يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. بعد كده بيقول لي ايه؟ يمثل تاج مملكة الشمال اللون الأبيض. يمثل تاج مملكة الشمال اللون الأبيض. طبعا العبارة دي عبارة إيه؟ خاطئة. يبقى علامة غلط أهيت، إن هي مش صح العبارة. طب بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين الإيه؟ الأقواس. أول عبارة بتقول لك إيه؟ يبلغ محافظات مصر الآن كم محافظة؟ يا ترى هما 25 ولا 27 ولا 28 ولا 29؟ طبعا عدد محافظات مصر كام؟ 27 إيه؟ محافظة. يبقى الإجابة الصحيحة 27 إيه؟ محافظة. تكون معدن البرونز من خليط معدن النحاس مع معدن مين؟ يا ترى الحديد ولا القصدير ولا الذهب ولا الفضه؟ طبعا نقوله ايه؟ يتكون معدن البرونز من خليط من معدن النحاس مع معدن الايه؟ القصدير. معدن الايه؟ الايه؟ القصدير. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ ساعد على تنوع الصناعات في مصر قديما. ساعد على تنوع الصناعات في مصر ايه قديما؟ يا مين بقى؟ نهر النيل، الموقع الجغرافي، الموارد الطبيعيه، الوحده. طبعا اللي ساعد على تنوع الصناعات في مصر كان مين؟ الموارد الايه؟ الطبيعيه. يبقى هنا الموارد الايه؟ الاجابه الصحيحه الموارد الايه؟ الطبيعيه. طيب السؤال بعد كده بيقول لي برضو اختر الاجابه الصحيحه. تعد محافظه نقط من المحافظات المرتفعه الكثافه جدا. مين بقى؟ القاهرة ولا الفيوم ولا مرسى مطروح ولا الدقهلية؟ طبعا من المحافظات مرتفعة الكثافة هي طبعا محافظة مين؟ محافظة القاهرة. أكمل الجملة الآتية بالكلمة المناسبة. تعد مصر من الدول التي تعاني من نسبة نمو في السكان. يبقى إيه؟ نقوله تعد مصر من الدول التي تعاني من ارتفاع. يبقى هنا في إيه دلوقتي؟ في ارتفاع في نسبة إيه؟ نمو الإيه؟ السكان. تقع مصر عند ملتقى قارات العالم، العالم الايه؟ العالم القديم. يبقى نقوله طالما كده نقوله العالم الايه؟ العالم الايه؟ القديم. ماشي، اتخذت كل قرية وكل مدينة نقط لها، اتخذت ايه؟ اتخذت معبودا لها. يبقى هنا نحط مكان النقط ديت، في نقط هنا نحط مكانها ايه؟ معبودا ايه؟ لها. طيب الوجه القبلي يمثل مملكة مين؟ مملكة الجنوب. يبقى الوجه القبلي ده يمثل مملكة الايه؟ الجنوب. بينما الوجه البحري يمثل مملكة الايه؟ الشمال. طيب تطورت الكتابة الهيروغرافية من مرحلة الصور إلى مرحلة ايه؟ مرحلة الكتابة. يبقى نقول إلى مرحلة الايه؟ الكتابة. بما تفسر، تعالوا نشوفوا بما تفسر. كان المصري القديم دائم التنقل والترحال، بما تفسر؟ تفسيرك ايه؟ للبحث عن الغذاء وصيد الحيوانات للانتفاع بها. السؤال بعد كده، بما تفسر يضطر السكان الى الهجره من مكان اقامتهم الى اماكن اخرى، ايه تفسيرك لكده؟ يبقى نقول يبقى البحث عن فرص عمل افضل، وعشان الايه؟ التعليم، وعشان ايه؟ التعليم. وفي نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشاركه للأصدقاء والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.